للطهر في أعماقنا قصص، يسمو بنا ولجرحنا يأسو. ولو أنطق الله في أعماقنا كلمة لقالت إن المحبة ما بها بأس. ليس الضياع طفلا تشرد في طفولته، إنما الضياع ضياع الحياء، وحب مسته كف الخنا. أختاه من قلبي أبث مشاعري لحنا، وأصوغ الود فيه ليسمع. ثغر الزمان اليوم مبتسما، وفي أحشائه ندم إليك سيدفع. أختاه أنار الله درب عطائك نورا، يضيء العلم فيه وينفع. موج الهيام كاد يغرق مركبي، والقلب من أحزانه يتصدع. ما لأراك قد نزعت حيائك بقيادة الإعجاب الذي لا ينفع. أين الحياء اليوم في زمن الهوى؟ بل أين تاج الرزانة المرصع؟ أختاه دربك ضائع متصدع، ومن فرط الأسى الوضع بات يسرع. كفي يديك عن التغريد بالهوى، والكف حلي بالجواهر يلمع. فإعلامنا أرقى بأن يلوث ويسبى بمآسي الهوى ويطبع. سرت وراء الناعقين كإمعة، نادوا بفك قيدك يا فتاة وشجعوا. باعوا طريق الحق في فلق الضحى، من بعدها رمز الرذيلة يرفع. أختاه يا عبق الشذا، أسفي على قلب بأمواج الهوى يتسفع. من فيض قنوات الدين ترتشفين في زهو، ومع أيدي الأعادي تسلكين درب الخنا. لا تهتكي ستر الحياء، ولا تضيع الدين بالدنيا كمن جهل. أنا أقول أن الإعجاب يعني لا يأتي بخير. الأمر الآخر، وهذه خذيها بعين العقل والقلب، أنه أي شخص يعلم أن لديك تعلق وإعجاب بآخر أو شيء يريد أن يتقدم لك يتزوج بك، ثقي تماما له لن يتقدم، لن يتقدم أبد. حطي هذا في بالك، لن تدركي هذا الأمر خطورته إلا إذا أصبحت أما وشاهدت بناتك وهم يجلسون أمام التلفاز ويتابعون الأشرطة ويرسلون محبة فلان وأموت فيك يا فلان أحبك يا فلان وإلى آخر من هالكلام. ستشعرين بهذا الشيء إذا أصبحت أما وأصبح تحتك ذرية تخافين عليهم وتحاولين أنك تحيطيهم بالرعاية والعناية وتربينهم التربية الصالحة. وأنا ذكرت وأقول لجميع المعجبات في الشخوص وبالذوات، أنا أقول أنه هذا الشخص اللي أنت معجبة فيه والله لا درى عنك، تسهرين الليل تبكين، تسمعين أناشيد حزينة، تسمعين أغاني حزينة، مقاطع حزينة، يعني ثقي تماما أنه ما درى عنك أبدا أبدا. أهذا جزاء إعلامنا؟